السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الرجيم اللي رائع بزاف بالنسبة للناس اللي كيبغيو الانظمة اللي كتكون سريعة. هذا الرجيم متكامل وكذلك النتائج ديالو سريعة، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. بالنسبة اليوم الأول، قبل ما نقول لكم الرجيم وشنو كنحتاجه في الأكل، أول حاجة ضروري من الصيام متقطع. يعني في هذا الرجيم كنحتاجه أقل حاجة هي 4 ساعات. بالنسبة للناس لأول مرة كيبداو الرجيم أو كيديروا صيام متقطع، ممكن أنهم يديروا 2 ساعات، ولكن الناس اللي مولفين كيديروا الرجيم اقل شيء هي 4 ساعات. ممكن انكم تصوموا 6 ساعات او 8 ساعات، يعني كل ما صمتوا اكثر كل ما حرقتوا سعرة الحرارية وكذلك الدهون في الجسم اكثر. دابا نجيو للرجيم ديالنا. عندي الوجبة الاولى، انا هنايا خديتها مع 12، يعني صمت 6 ساعات. اي نوع من الخضر او السلطه كما بغات تكون ممكن انكم تاخذوها، الكميه مفتوحه، زائد 2 ديال البيضات. بالنسبه للناس اللي غادي يجيهم الجوع ممكن تزيدوا بياض البيض فقط، ما تزيدوش صفار البيض، يعني عندكم 2 بيضات وزيدوا حتى 5 ديال بياض البيض، زائد القليل من المكسرات، الجوز او اللوز او الفول السوداني، ممكن انكم ديروهم، زائد الصوم. يعني الفترة ديال الصوم يعني الصوم عن الأكل ماشي عن الشرب، ممكن أنكم تشربوا نسكافيه أو تاخدوا شيء أخضر أو مثلا تاخدوا زنجبيل، أي مشروبات لخالية من السعرات الحرارية خدوها في الصباح، يعني في الفترة ديال الصيام. هذا بالنسبة للوجبة الأولى. ممنوع الخبز، كذلك النشويات ممنوع، لأننا غادي نعوضهم حبة واحدة من الفاكهة في الوجبة الثانية. بالنسبة للوجبة الثانية غادي ناخد خضر، اي نوع من الخضر، دائما الخضر المسموحة بطبيعة الحال، ما تاخدوش البطاطس او الجزر يكون طايب، ما تاخدوش لانه كيطلق الكمية ديال السكر، وكذلك البطاطس معروفة انها فيها نشويات، داكشي علاش كنقول لكم بعدو على الممنوعات من الخضر. زائد البروتين، اي نوع من البروتين، انا فقط كنعطيكم مثال ديال الاكل وكنوريكم يعني البدائل، ممكن انكم ديروا اي حاجه متوفره عندكم. انا عندي هنايا اللحم المفروم، طيبته بملعقه واحده من زيت الزيتون، عندكم الحق في ملعقه واحده ديال زيت الزيتون، ممكن انكم تشربوها او ديروها تضيفوها في الاكل ديالكم. بالنسبة للملح مسموح، كذلك الملح يعني ضروري انكم تاكلوا كمية ديال الملح في اليوم. وعندي حبة واحدة من الموز. هادشي اللي كاين بالنسبة اليوم الاول، فقط 2 ديال الوجبات، الكمية كتكون مفتوحة. بالنسبة لشرب القهوة والماء، كذلك الشاي الاخضر، وممكن انكم ديروا ديتوكس طبيعي او ديتوكس بالخضر حتى هو ممكن في اليوم كامل. دابا غادي ندوزو اليوم الثاني. اليوم الثاني اخواتي عندي سلطة ديال الفواكه تكون مشكلة، ما غاديش ناخذ الموز، خدوا اي نوع من الفواكه من غير الممنوعات، حاولوا انكم تبعدوا على الموز، كذلك التين والعنب، وتبعدوا على المانغ حتى هو ممنوع، والباقي يعني خذوا اي نوع من الفواكه زائد كميه قليله، مثلا حفنه ديال المكسرات. طبيعه الحال من بعد الصوم ديال 6 ساعات، الصوم على الاكل ماشي الشرب، ممكن انكم تاخذوا مشروبات حارقه بدون سعرات حراريه، كذلك بدون سكر، حاولوا انكم تبعدوا على السكريات في هذه الايام ديال الدايت باش تحرقوا وتنزلوا الوزن ديالكم مزيان. دابا غادي ندوزو الوجبه الثانيه. بالنسبه للوجبه الثانيه عندي شوربه ديال الخضر زائد سلطه. عندي هنا كما كتشوفوا درت السبانخ، كذلك سلطه خضراء منوعه،
ودرت الخيار، يعني بعدت على الطماطم في هذا النهار. حاولوا انكم نهار كلوا الطماطم ونهار ما تاكلوش، لانه كيحبس السوائل في الجسم، وهكذاك ما كتنزلوش هذوك السوائل اللي كيكونوا عندنا في الجسم وكيزيدوا من الوزن. بالنسبة للكمية فهي مفتوحة، اي وقت حسيتوا بالجوع خدوا سلطة زائد شوربه، شوربه تكون ديال الخضر، بعدو على الخضر الممنوعه، ديروا يعني كما قلت لكم في الوجبه الاولى، بعدو على الجزر كذلك، على البطاطس، ديروا اي نوع من الخضر. انا هنايا كنشري خضر اللي هي جاهزه ديال الشوربه. وبالنسبه للسلطه، الوقت اللي حسيتوا بالجوع خدوا سلطه لانها خاليه من السعرات الحراريه. دابا اخواتي جينا اليوم الثالث، كما كتشوفوا هذه هي الوجبه اللي غادي ناخذ في اليوم الثالث. ممكن انكم تاخذوها المده ديال 3 المرات، يعني ما ديروش اكثر من 3 المرات. عندكم سلطه زائد شوربه ديال الخضر وحبه ديال التفاح واحده، يعني الا حسيتوا بالجوع وما قدرتوش انكم تصبروا غادي تاخذوا سلطه مع الشوربه. هذا اليوم شويه صعيب، ولكن حيت ما فيهش بروتين، ولكن غني بالخضار، فيه كذلك حبه ديال الفاكهه، فيه الشوربه غني بزاف. بالنسبه للشوربه انا زدت فيها حفنه ديال العدس الاحمر، هذاك النوع ديال العدس ما فيهش السعرات الحراريه نهائيا، زوين بزاف في الشوربات ديال الرجيم. دائما ضيفوه في الشوربات ديالكم، كذلك في السلطه ديالكم بقاو ضيفوا العدس الاحمر. دابا غادي نمشيو اليوم الاخير. اليوم الرابع والاخير كما كتشوفوا، بعد الصيام المتقطع دائما كنأكد على هاد الكلمه باش يعني تعرفوا، راه يوميا عندنا صيام متقطع ومدة ديال الريجيم هي 4 ديال الأيام فقط، رائع بزاف هذا الريجيم. عندي هنايا سلطة، طبق من سلطة زائد خضر وكذلك بروتين. هنا خديت صدر ديال الدجاج، ممكن انكم تستبدلو بعلبة ديال الطون تكون مصفى من الزيت او ديال الماء، او تاخدو 3 حبات ديال البيض، او مثلا تاخدو السمك. يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار، خذوا اي نوع من البروتينات، او مثلا تاخذوا الفطر حتى هو زوين بزاف، يعني اللي متوفر عندكم. انا هنايا خديت صدر ديال الدجاج طيبته في الماء فقط مع البهارات، ما ديروش الزيت نهائيا، ديروا الملح، ممكن انكم ديروا الملح، الزيت ما ديروش في هذه الوجبه. صافي اخواتي، بالنسبه لهذا اليوم الاخير، الى حسيتوا بالجوع او لا بغيتوا ديروا الوجبه الثانيه، غادي تاخذوا فقط السلطه بوحديتها بدون بروتينات. خذوا كميه من الخضر وكميه من السلطه وخذوها الوقت اللي جاكم الجوع، تاكلوا فقط السلطه والخضر. ممكن انكم كذلك ديروا عصائر ديال الخضر. صافي اخواتي، هنا في نسال الريجيم ديالنا. فقط بالنسبه للناس اللي مكيبغوش الفيديو يكون طويل، يعني هنا في نسالينا الريجيم، فقط غادي نعطيكم نصائح في الاخير. الى بغيتو تفرجوا حتى الاخر تشوفوا النصائح، بقاو مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي كيبغوا فيديو مختصر، انا قلت لكم يعني هذا هو يعني اليوم الاخير في هذا الريجيم، فيه فقط 4 الايام. بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا الوزن ديالهم يعني بسرعه، ما بغاوش واحد النظام اللي كيكون طويل وممل، انا من النوع اللي ما كيعجبنيش الريجيم يكون في مده ليا طويله بزاف، كيعجبوني ريجيمات اللي هما قصار. كذلك كنبدل، يعني دائما تبقاو تبدلوا في الريجيمات باش الجسم ديالكم ما يتعودش على واحد الغذاء اللي دائما كتاكلوه، باش تنقصوا كذلك من الوزن ديالكم وتعلوا معدل ديال الحرق في الجسم. صيام متقطع رائع بزاف، كنصحكم انكم ديروه، لانه كيساعد في حرق الدهون وكذلك في انزال ديال الوزن بسرعه. منين غادي تساليو مده ديال 4 ديال الايام، غادي تاخذوا يوم
فري، غادي تاخذوا وجبه واحده فقط، يا اما الافطار يا اما الغداء، وتوقفوا الاكل ديالكم مع 6، وممكن انكم تعاودوا الريجيم مره اخرى. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يعاودوا، راه كاينه انظمه غذائيه في القناه، وان شاء الله ننزل لكم فيديوهات اخرين. صافي اخواتي، وصلنا لاخر الفيديو. اي استفسار كتبوا لي في التعليق، ان شاء الله نجاوبكم. بسلام عليكم، الى فيديو جديد.